زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية الحلقة أنه امبارح كان في حزمة من الإجراءات اللي أعلنتها الدولة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. من ضمن هذه الإجراءات كانت زيادة المعاشات بنسبة 13% من أول شهر إبريل اللي جاي بدلا من تطبيق الزيادة في يوليو المقبل. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذه جمان، صباح الخير استاذ محمد وعلى الجمهور الكريم. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه انه يعني قطاع المعاشات الحقيقه يا فندم يمكن ناس كتير جدا بتهتم بيه وبيفرق كتير، ولما بنتكلم فيه او بنقول الخبر زي ما بنتناوله انه زياده 13% يمكن البعض ما بيفهمش قوي يعني النسبه دي هتتطبق ازاي، ايه اللي هيجرى. فخلينا نفهم من حضرتك كده بدايه ايه هو القرار ده، يعني زياده المعاشات بنسبه 13%، لو ممكن تشرح لنا وتشرح للساده المشاهدين يا فندم. تمام يا فندم. بالنسبه للزياده احنا بنحسب الزياده على اجمالي المعاش اللي بيتقاضاه المواطن. بمعنى انا بقبض 1500 جنيه، رحت يعني احط الكارت بتاعي في ماكينه الاي تي ام، معاشي 1500 جنيه. انا هزيد قد ايه؟ هضرب ال 1500 جنيه دول في 13%. الزياده زي ما حضرتك عارفه احنا بنعمل الزياده دايما، يعني على المثال اللي حضرتك ضربته ده يا فندم اللي بيقبض 1500 جنيه زياده تكون قد ايه؟ يعني 1500 هقول ادي 150 و3 45 يعني حوالي تقريبا 195 جنيه. اتفضل. هيبقى بدل ما بياخد ال 1500 دول هياخد 1695، هيزود ال 195 اللي قلنا عليهم على ال 1500. طيب هل الزياده جايه بحد ادنى؟ السنه دي احنا عاملين حد ادنى 120 جنيه للزياده. وحد اقصى 1222 جنيه، يعني في معاشات هتزيد ال 13% بتاعتها دي هتوصل ل 1222 جنيه. كم مواطن هيستفيد من الزياده؟ 10.7 مليون مستحق معاش. يعني بنتكلم تقريبا في حدود 11 مليون اهو مواطن هيستفيدوا بهذه الزياده اللي هي بنسبه 13%. طيب احنا كل سنه بندي زياده المعاشات بتاعتنا في شهر 7. كان من ضمن حزمة الإجراءات لتسهيل وتيسير الأزمة اللي الحقيقة ما حدش ليه يد فيها في مصر، يعني دي حاجة جاية من بره نتيجة تغيرات في الاقتصاد العالمي. فإحنا قلنا هنصرف في الزيادة بدري 3 شهور، ودي كانت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وأكد على إن الصرف يكون يوم 1/4. عظيم، يعني بنتكلم في 3 شهور قبل ميعادها يا فندم. بنتكلم في 3 شهور قبل ميعادها. 3 شهور قبل ميعادها. عظيم. ده تكلفته كام؟ تكلفة الشهر ال 13% دي تكلفتها في الشهر 3.8 مليار جنيه. في الشهر الواحد. عظيم، يعني بنتكلم مثلا في حوالي 10 مليار مثلا. 11.4 مليار جنيه. هتتحملهم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وده الحقيقة يعني حق أهالينا علينا إن احنا نقف جنبهم في ظرف زي اللي موجود. وإن شاء الله زي ما حضراتكم عارفين يا أستاذ محمد إن المعاش بيصرف أول يوم في الشهر. يعني معاش شهر 4 احنا بنصرفه أنت بنصرفه يوم 1/4. النهارده 22/3 ناقص 8 أيام. فالمفروض ان شاء الله يعني احنا بنعد البرامج بتاعه الحاسب الالي بتاعه الهيئه علشان نحسب الزياده ونراجعها وننزلها ونبعت الفلوس. في اجراءات في ناحيه اجرائيه طويله في الهيئه علشان ننتهي من تنفيذ الزياده. وانا بوعد جميع المواطنين ان شاء الله ان يوم 1/4 اما هيحط الكارت بتاعه في ماكينه الاي تي ام هياخد المعاش ومعاه الزياده بإذن الله. إن شاء الله يا فندم. طيب يعني سيادة اللواء آخر زيادة في المعاشات كانت إمتى؟ وكمان كانت السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت وكانت بنسبة 13%.
طيب حضرتك كان طبعا كان من ضمن القرارات وهو تحويل المعاشات لصرفها بكارت ميزة. عايزه اعرف من حضرتك حتى الان المستفيدين قد ايه قدروا ان هم يحولوا لهذا الكارت؟ الناس اللي لسه منتظره الكارت بتاعها، هل هو بينزل في ميعاده طبعا بالنسبه لكل الظروف اللي حاصله؟ وزي ما حضرتك قلت دلوقتي يعني وقت بسيط جدا عشان تقدروا تطبقوا الزياده دي، كل يعني كل الخطوات طبعا قايمه على قدم وساق. خلينا ان يعني نطمن المشاهدين يا فندم، لانه ممكن يطلع حد يقول يبقى هيحصل مشكله في الطلوع الكروت، لا هيحصل مشكله في صرف الزياده. ما عندي ناش مشكله خالص ان شاء الله، يعني احنا بنواصل الليل بالنهار شغالين ال 24 ساعه ان شاء الله، ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه. بس في جزئيه عايز اقولها في الزياده، نقطه مهمه، واجاوب حضرتك على موضوع كارت ميزة. هل تبكير صرف الزيادة ممكن يعمل مشكلة لبعض الناس؟ بمعنى إيه؟ أنا عندي ناس هتخرج على المعاش يوم في شهر 4 وفي شهر 5 وفي شهر 6. صحيح. دول عددهم حوالي 80,000 مواطن. دول الوضع الطبيعي إن كانوا هيستحقوا الزيادة بتاعت معاشهم في شهر 7. هو خرج معاش في 4 فهياخد زياده على معاشه في شهر 7. هل لما هنبكر صرف المعاشات وننزل الزياده اعتبارا من 1/4 يبقى الناس دي ضاع حقها في الزياده اللي كانت هتاخدها في شهر 7؟ الحمد لله احنا متنبهين كويس للنقطه دي، نقطه مهمه جدا فعلا. وبطمن كل اهالينا اللي هتخرج على المعاش خلال الثلاث شهور اللي جاية دي 4 و5 و6، سيادتك مستفيد بالزيادة. يوم ما تخرج على المعاش هنحسب المعاش بتاعك وننزلك الزيادة بتاعتك. طب دي نقطة مهمة جدا يا سيادة اللواء، خلينا نأكدها تاني ونعيدها تاني على السادة المشاهدين. اللي هيخرج معاش في شهر 4 أو 5 أو 6، مش الزيادة مش هتطبق عليه في شهر 7، هتطبق عليه مع أول يوم، يعني زي ما هي بتطبق على باقي المستفيدين من أول 4 كده. بالظبط. طيب ده معناه يا سيادة اللي هو ان احنا الزياده بتاعت شهر 7 وحصل له تبكير للصرف لانه على الوضع القديم كان هياخد الزياده بتاعته في شهر 7. عظيم. فاللي انا بقوله ده هو هياخد الزياده يوم خروجه على المعاش. ده كده معناه ان احنا عندنا اكتر من اتجاه شغالين فيه، احنا شغالين على الناس اللي هتخرج معاش خلال الثلاث شهور الجايين بالزياده. أيوة. دي حاجه بالاضافه للزياده بتاعتهم كمان ال 13%. ادي جانب. الجانب الاخر بتاع تحويل الكارت العادي الى كارت ميزه، 2. ايوه. الموضوع الثاني بقى وهو الاكبر والاشمل، اللي هو زياده او تبكير ميعاد صرف المعاشات 3 شهور لكل المواطنين اللي بياخدوا معاش. وحضرتك قلت ان هم تقريبا حوالي 11 مليون، فاعتقد ان ده مجهود كبير جدا. لكن على الجانب الاخر اعتقد انه ممكن يكون بيساعدنا كمان في ده صندوق استثمار اموال التامينات. طبعا، يعني هو ادانا متنفس. احنا كنا مخططين قبل الاحداث العالميه اللي حصلت خلال الشهر اللي فات ده، احنا بندرس طبعا موضوع زياده المعاشات، بنبدا دراستها كدراسات اكتواريه، لان العبء المالي يا فندم المترتب على الزياده عبء مستمر معايا لسنين طويله قدام، فلازم يتحسب. يعني تكلفة الزيادة دي في السنة، أنا قلت إن تكلفتها الشهرية 3.8 مليار، في السنة هتعمل 38.4 مليار، هدفعهم السنة دي اللي هو العام المالي 2022-23، وهيستمروا معايا في العام اللي بعديه والعام اللي بعديه والعام اللي بعديه وهكذا. فعملية تحديد نسبة الزيادة في ضوء الموارد المالية اللي موجودة في الهيئة عملية علمية بتخضع لدراسات اكتوارية. فاحنا كنا مخططين ان الزيادة دي هتبقى 10% في شهر 7 اللي جاي، لان كانت معدلات التضخم ماشية في الحدود المعقولة، وكنا مخططين وعاملين سيناريوهات انها يا تبقى 10 أو 11 ونشوف الدنيا الدراسه هتطلع لنا ايه، فلقينا ان احنا ممكن نتحمل 11%. حصلت الاحداث والحرب الروسيه الاوكرانيه وموجه التضخم اللي حصلت في العالم كله، والاول مره بنشوف دول ما كانش عندها معدلات تضخم ضرب التضخم عندها بقى 10%.
فقعدنا تاني الدراسات وقلنا لا، عايزين نقدم لأهالينا أقصى ما يمكن تقديمه. لولا وجود صندوق الاستثمار اللي بيقدر يقول لي احنا بنستثمر الأموال بصورة آمنة، ودي مهمة جدا انك انت ما تغامرش بأموال الناس، صحيح، وبتحقق اعلى عائد آمن، ونبدا نحط الجداول بتاعتنا بتاعت الدراسات الاستوارية اللي تقول نقدر نتحمل زيادة قد ايه. فالحقيقة يعني طبعا لما كنا عند فخامة الرئيس اول امبارح، كان دولة رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التضامن، وشرفته بالحضور في هذا الاجتماع. كانت توجيهات فخامته ان اقصى حاجة ممكن تتحملوها عشان نزيل او مش نزيل نساعد نخفف في رفع المعاناة عن المواطنين تتعمل، وتتعمل وفورا. فخدنا طبعا التكليفات دي والتوجيهات دي، ورجعنا لصندوق الاستثمار وشفنا الأموال بتاعتنا والدنيا هتمشي ازاي، والحمد لله قدرنا ندبر تكلفة 13% مع تكلفة كمان التبكير. صحيح. فيعني الحمد لله وجود صندوق الاستثمار. يعني في ست لو معلش لو تعيد علينا يا فندم التكلفه، تكلفه التبكير ده وتكلفه الزياده ثلاث شهور كمان الزياده، لانه كان المقرر من الزياده من شهر 7. المفروض انها كانت تبقى في شهر 7. صحيح. الزياده دي قد ايه يا فندم؟ 10 او 11%. طيب التكلفه كده الاجماليه بالنسبه للثلاث شهور والزياده ال 13% دول يا فندم قد ايه؟ تكلفه ال 13% يا فندم في الشهر 3.8 مليار جنيه. احنا بكرنا الصرف لمده 3 شهور. صحيح. فلو ضربنا 3 في 3 شهور دول في 3.8 مليار هيدينا تكلفه التبكير فقط. التبكير بس. تبكير فقط. 11.4 مليار جنيه. ده رقم كبير. لان نتحملهم خلال الثلاث شهور علشان بكرنا الصرف 3 شهور. طيب السنة بقى المخطط العادي بتاعنا اللي هو العام المالي 22-23 اللي يبدأ في 1/7 وينتهي في 30/6، تكلفة الزيادة دي في السنة دي هيبقى كام؟ التكلفة عن سنة 38 مليار و4 من عشر. طيب مجموع المعاشات اللي هصرفها خلال العام المالي القادم، احنا هنصرف معاشات قيمتها 321.5 مليار جنيه. يعني بتكلم في ثلث تريليون جنيه. رقم ضخم طبعا. طبعاً يعني كل تأكيد. يعني الحقيقة الست اللي هو إحنا طبعاً بنشكر حضرتك جزيل الشكر، لكن قبل الختام خليني أكد مع حضرتك ومع السادة المشاهدين بعض يعني من أهم النقاط اللي حضرتك ذكرتها عشان الناس تطمن. حضرتك قلت إنه الحد الأدنى لزيادة المعاشات 120 جنيه. وحد أقصى حوالي 1400 جنيه، وإن الصرف هيكون من أول إبريل 1 إبريل. الكروت مفيش فيها مشكلة، مفيش تأخير بإذن الله، العمل بيجري على قدم وساق عشان نقدر نطبق هذه الزيادة 13% الزيادة بداية من أول إبريل بدلا من أول 7. طبعا يعني بنشكر حضرتك سيادة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على كل هذه المعلومات والإيضاحات اللي بالتأكيد ناس كتير جدا مهتمة إنها تعرف.